أعلنت وزارة الخارجية عن تنظيم مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اجتماع للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وعلى هامش المنتدى عقد مؤتمر صحفي مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي للتعرف بالمنتدى أو للتعريف عن المنتدى بحضور السفير محمد فؤاد مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية. ويأتي المؤتمر بشكل استباقي قبل يوم واحد من اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يشهد تسلم مصر للرئاسة المشتركة لأعمال المنتدى مع الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تم إنشاؤه في عام 2011 من قبل 30 عضوا لتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.